الاحتفال والفرح أقبلوا إلى ملعب 20 أوت التاريخي، لكنهم على نعوشهم عادوا في مشهد مأساوي حول حفل الفنان الجزائري سول كينغ المثير للجدل إلى مجزرة حقيقية كانت حصيلتها قتل وجرحى في تدافع الجمهور أمام مداخل الملعب الذي يتوسط حيب الكرة الشعبية. حفل سول كينغ أماط اللثام على فضيحة من العيار الثقيل عنوانها عجز القائمين على الحفل في التنظيم، عجز بدأت أولى ملامحه تظهر مع الفوضى العارمة في بيع تذاكر الدخول أمام مقر الديوان الوطني لحقوق المؤلف وما تبعها من تحول التذاكر إلى سلعة رائجة في السوق السوداء. سوء التنظيم أبان للعلن يوم الحفل بعد غلق كل الطرق وشوارع المؤدية إلى الملعب بسبب الحشود الغفيرة الراغبة في لقاء صاحب أغنية لاليبرتي التي أضحت من أغاني الحراك الأولى، لكن يبدو أن سلمية وهدوء الحراك لم تعرف طريقها إلى جنبات ملعب 20 أوت بعدما ساد التدافع والفوضى المكان. عودة سول كينغ إلى أرض الوطن وضع وزيرة الثقافة الحالية مريم مرداسي في عين الإحصار، وهي التي تواجه أصلا حملات فيسبوكية تطالب بإقالتها من على رأس الوزارة خاصة بعد انتشار صورها وهي تتسوق في واشنطن. الفيسبوكيون اعتبروا أن العجز في تنظيم حفل بسيط مقارنة بالحفلات المقامة في دول الجوار لا يجب أن يمر مرور الكرام، وعلى المتسببين في الفضيحة أن يتحملوا كامل المسؤولية دون نقصان.